horizontal power line of length 58 meter carries a current 2200 ampere northward as shown in the figure. The magnetic field at this location has a magnitude of 5 × 10⁻⁵ Tesla. The field at this location is directed at angle 65 below the power line. Find the magnetic force vector on the power line. ال V بتساوي ال I L cross ال B. ال I 2200، ال هنقول كلها في اتجاه ال X يعني 85 I كروس ال B. نقدر نحللها شوية في اتجاه ال I وشوية في اتجاه ال minus G. فهقول الخمسة دي في 10 سالب 5 كوساين 65 I وماينس 5 × 10⁵ ساين 65 G. يبقى عندنا I وعندنا G. نقدر نعمل كروس برودكت ال I في ال I بزيرو، ال I في ال G بلس K يساوي 2200 ضرب 58 ضرب ماينس 5 × 10⁵ ساين 65، فطلع ماينس 5.78 كي نيوتن، يبقى في اتجاه الماينس كي. لو احنا حابين نعمله بالرايت هاند رول، طبعا لو عايز اعمله ماجنيتيود وقيمة هقول اي بي ال، هقول كده الاف بتساوي كماجنيتيود اي ال بي ساين الزاوية اللي بينهم، طبعا نفس القيمة I نفسها، ال L نفسها، ال B نفسها، الساين نفسها، يطلع نفس الجواب 5.78 نيوتن. وبالنسبة للاتجاه according to right hand rule اللي كلكم بقيتوا شطار فيها، صوابعي مع التيار، انزل في اتجاه الماجنتيك فيلد او الف في اتجاه الماجنتيك فيلد، صابع الإبهام بيشاور على اتجاه الفورس اللي هو انتو بيج. الانتو بيج تعبر عنها بماينس كي، يبقى ده الماجنتيود نفسه والاتجاه ماينس كي.